طيب مد كره يعني وحي وريستي هذا كان نوسو سعودي لنا الحمد لله وحي وريستي ويلكي كره اي جوجه بكاره تصالحا صلي وسلم مركب كان ما كان الله يهي ولا ما جيده بكاره واذا فهمت انا في برنامج سوسو سعودي معنا طبعا اذا هول اني جوجت هذا هول جوجي وريساني صار على اله وصحبه كي وحي الى اني مستقبلك وحنا راينا ناخذ وح خف وراكسن او ميل وراكسن غاره او يعني وح في عن برتا هي وحي مركب حد برانيسا وحي مركب لو خذ الناس انا متخصصه واقول خفك لا بانت عبره قاده شنه مركزيت الأوكي كديمنا محل معناه سيبر نيس أو معناه حرف الله وأوكي وو هذان لما يوين معه إلا يرجع مع أنك أقبح وأوكي ويقول فلان تاعي لغة الناس ما كريم تاس مية تي معناه هؤلاء تاسي كديم حاسة مية نيسا مركز يوين معناه يعني هي وحن خون كرا يعني ترجمان خون كرا يوين معناه وقف كل لبات حد يقول لا وقفوا لا بام ملك الجوكتة أن تصارع أن كديك نيم معناها من أين وجوه مدينة من أين وجوه بكاره وخلي طيب متى دخلك جرى لو ريسنا وني وين مره كان كوي هدا دون يري حيين ان انه مساجد متى دخل مره اوتيميت او اي وريستي اي تري هي هذيك هاد المحاكم كلها يعني ما حد سميسا ما حد خبطها ونفقدي وحي وحو ما خبطو يعني معناها يعني هي ايران قاطا لو قدر ما برتا انه مساجد معناها والا ما قصد قف البوضه كان جوغي يعني وانه لو قدر برتا اول ولازم كانوا يسقوا هي لو قدر برتا مره انت معناها كغارتي تري لو قدر ولي وضو ضاويري معناها ولي معنى يعني كارميل وناسن هذا لو خدع لما يسمح هذا رسائلتي معناها أنا نقطة على كل حال وحير في في أنت إن الله شقي في في أنا معناه وحلا قرادة كعاويسة إيه مركز سيدات كعصب يعني هي في ذلك يدور دي أي جم حكر دي عاويسة وحير خلاص إن الله شقي يعني معناها تجبر ولا جدا يعني تشوقات وخف كله سدحات ما كله لو لو ورستي يعني ده هاي إذا لو خدي اوكي لوحوين معقول ما تهي مركا لو حاس وحكم معناه ما حنا قد دغاي كلي انا ساو فكرنا يعني نعم الحمد لله هل هل وجيران ما بدنا نسبه بدل ما اهن او وحي لك هذا برته لكن محاب بدن كان نغد دغاي كو حد انت ساو فكر اما انت اون برته بقر كها سيخ ما حنا لو خد حرفت وحصو صارت ما اهن مالك انت او ايمو ودمضان حتى يعني الليه ويهور مرين كذا يعني هي نن أيا واحد حسوستا معناه برنامج مركزي لقوة ريسانة هي نن كأميركا كأة يعني هي إمارات كعربتا أيا واحد لقوة ريسانة هي معناها معناها هور مركا أدقارتين يتاجر لماذا أتهين حرد عسي مركز وريها وريسانة وريها مرسروها معناها سؤال أنا ويدي وريس ما أوصن حين سؤال ويدي ما دام قاعوين أوفلي معناها انت أصومت أي سوكو تمت markaas wuxuu yiri kama saxay oo ku qoriyay macnaha maadaama aad i weydiiso yiri ma sarna ay sida u noqon waysay adinkana saa u noqotay petrol aad haysataa hadda taa ula jeedo yiri ka warno yiri macnaha jabaan maxay haysataa jabaan in magacii wali meeshii ku qoriyay jabaan ma wax leedahay petrol ma leedahay sida noo qoriyay waa may hada yusuf okay korea korea da maxan qoray koofreed maxay haysataa yiri ma petrol haysataa waa may akhli ilaahi si akhli ka shaqaysiye ruux dumar magacii يعني التكنولوجيا العالم القصدان عقلي وإلهي سي عقلي أنك شخصية وإنت معنا طيب وإما مرك أسوى الله بأنك مرك لو خدوا أسوى فهني حرفت وحسوصا أنا سنهين لكن أي تهي حرير الله سمعين يسقف كلي أما هم نخلو مركاسي يعني هي وح أي دولة أبا هنتها إلى دولة دي ودن كينا مركاسي شخصين يسا والرسمي أه أما أول يعني جري لهيد مثلاً يعني هي وحدي عليها معناه إني أرضي جرت وصير عادي إن لا يقانبه أرضي إذا صومر كاس صبر أنا إيسه لو خد مر كدولة دا أي ربطه أما لليه ودن كاسة وحلو طري كرايا ما دام إن أنت أنا قال لهين أي واحد عادي إن جي أو يو تربى وأدي أذكر الدوان إن ودن كيانا معناه إيه مادين تاسو كيان تمر كوا ما حيخف الباب إنه أرضه إلى شغمة تعب ها شغمة تعب مر كخف الباب حقوق فكرة يا محي إنه إن جي أو قاسي إنه أقول نخذ معناه ترجمان إنه أقول نخذ كيف فكرة بس وإن تاسي إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسو جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسو جليل علا قصصا هنا أحلام
ترويها مركاسان سوق عادي وادنتي مركاسين ورابية فرسك بوركي وحولي شقد عير اي اد قبطي وحدو قبطي عدو در الهي انا مساجد كاوين عن لسي ايهان كليقي بحيه هنتدي يحوليه كبحي iyo dadkana ka mamnuucay si aan jirkeeda u qaato waxaanu sameeyay istusnimo waxaan ka maqnay ikhlaas iyo inuu marka aad wax qabanayay inuu dir ilaahay u qabso qisadan wax yar badan baan kaga qaadanayna aad iyo aad baan idin salaamayaynta aan mar kale qisooyin noocan oo kale ah aan hawadaysi soo marin doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh